السلام عليكم. مبعوث الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليوم قال كلاما مبشرا بشأن توصل فريقه الأممي إلى رؤية عامة تضم تصور طرفي المشاورات للمرحلة المقبلة. المبعوث الأممي تحدث على ما تم نقاشه مع الأطراف خصوصا تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، وهذا أهم ما جاء في المؤتمر. المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن في جلسته المغلقة ماضيا في تأكيده أن المشاورات تحقق إنجازا ما على مستوى الإسناد الدولي الجامع الذي تحظى به، وعلى مستوى الإشارات التي ألمح إليها ولد الشيخ فيما يتعلق بإطلاق المعتقلين قبيل رمضان وحديثه اللافت عن الأسلحة والانسحاب، وإشارته إلى لجنة إنقاذ اقتصادية مشتركة تتدارك الاقتصاد المنهار في البلد بحسب قوله. غير أن عامل الزمن الذي يفقد أهميته مع استمراره كأداة للتسويف والمماطلة لا يزال بلا إطار محدد، وكذلك حضور الأمور الفنية أكثر من حضور الضغوط الدولية اللازمة لإنجاح محادثات السلام. على ضوء التحركات الأخيرة للمشاورات والاجتماع المغلق لمجلس الأمن، إلى أين تمضي محادثات السلام في الكويت؟ هل إلى المزيد من ضياع الوقت والمماطلة أم إلى التقارب والاقتراب من الحلول؟ حول هذا سيتم النقاش في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. يسألني البعض عن السقف الزمني للمشاورات. منذ الأساس لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات، وذلك لأكثر من اعتبار، خاصة أننا لا نريد أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة. مشاورات بلا سقف زمني محدد ولا جدول أعمال، هي تلك التي لا يفتأ المبعوث الأممي يعبر عن أمله بأن تقود إلى اتفاق سياسي لا ملامح له حتى اللحظة، خاصة مع استمرار المحاولات المستميتة لوفد الانقلابيين الالتفاف على المرجعيات الواضحة للمشاورات التي تقضي صراحة بإلزامهم بتسليم السلاح والانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة، وهي خطوات لا تشعر الميليشيا بما يكفي من المسؤولية لتنفيذها، على الرغم من وصول الوضع الاقتصادي في البلاد درجة من السوء لا يمكن تجاهلها. أعزائي عزيزاتي، اليمن حاليا في غرفة الإنعاش، فالاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك. الصورة في البلاد قاتمة والكل ينتظر بصيصة نور من الكويت، وحدة الحل السياسي سيعيد وحده عفوا الحل السياسي سيعيد للمشهد اليمني نور التفاؤل، ووحدهم المشاركون في المشاورات قادرون على تغيير المعادلة. وعلى الرغم من تحمل الانقلابيين كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يجدي نفعا لتخفيف العبء من على كاهل المتضررين من تدهور قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية. ولذلك فإن الموفد الأممي يقترح حلولا عاجلة لإصلاح وضع العملة على أسس علمية باستشارة خبراء دوليين. وفي هذا الصدد اقترحت على الأطراف تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وحتى تتم الاستجابة لتشكيل هيئة كهذه وتتمكن من وضع حلول علمية لمشكلة معقدة، ومع استمرار المشاورات بلا سقف ولا جدول أعمال، تستمر معاناة المواطنين في ظل حكم ميليشيا لا تقيم لحقوق الإنسان وزناً ولا تتورع عن استخدام آلام الناس مهما بلغت قسوتها في سبيل إطالة أمد الفوضى. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب لمناقشة هذه الحلقة الأستاذ ياسر الحسني الصحفي برئاسة الجمهورية ومرافق الوفد التشاوري للحكومي في الكويت. مساء الخير أستاذ ياسر. النور عليك وعلى أهلا بك أستاذ ياسر معنا في المؤتمر الصحفي الولد الشيخ. أستاذ ياسر، الذي جاء بعد إحاطته لمجلس الأمن، ذكر مجموعة من النقاط ربما أبرزها أنه لم يتم تحديد سقف زمني حتى لا يستغل يعني كورقة ضغط من أي طرف ضد الآخر، تحدث عن المعتقلين والإفراج عنهم قبيل رمضان، وأن هناك أيضا لجنة إنقاذ يعني لإنقاذ الاقتصاد تكون لجنة مشتركة من الطرفين. كيف تعلق على هذه النقاط التي يعني ذكرت في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم؟ حقيقة المؤتمر الصحفي الإسماعيلي الذي عقد اليوم ورد فيه كثير من النقاط الإيجابية بالنسبة لوحدة الشرعية، هو أكد ما قاله في إحاطته لمجلس الأمن، يعني إحاطته لمجلس الأمن كانت إيجابية، أكد فيها على شرعية الرئيس عبد الرحمن منصور هادي، أكد فيها
على استراتيجية القرار الأممي ابتداء من استعادة مؤسسة الدولة وانسحاب نبيل فيها الفوضي وتسليم الأسلحة. هذه النقاط التي قدمت الرؤية الحكومة الآن، الرؤية الأممية تتوافق تماما مع الرؤية التي قدمتها الحكومة للحل السياسي. الآن الكرة في ملعب الانقلابيين، هناك نقاط كثيرة تطرق لها المبعوث الأممي، يعني بالنسبة للمشاورات المباشرة للجنة المعتقلين أثمرت كثيرا. هناك اتفاق مبدئي على الإفراج على أكثر من 50% من المتطرفين، وسيتم الاتفاق على تشكيل لجان محلية في كل المحافظات لرفع تقارير وكشوفات وللإفراج على المتطرفين. أيضا هذه اللجان المحلية سيكون لها دور كبير في عملية الإفراج عن المتطرفين في كل المحافظات. هذا الاتفاق المبدئي طبعا يوم الأحد سيتم تسليم كشوفات من كل من الطرف الحكومة الشرعية ومن طرف وفد الانقلابيين للبدء بتشكيل اللجان المحلية تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي للبدء بالإفراج عن المتطرفين قبل حلول شهر رمضان المبارك. الحكومة حريصة على تخفيف معاناة الشعب اليمني في الداخل، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية والحالة الإنسانية المريعة والمروعة التي تعرض لها الشعب اليمني الجريء جراء الانقلاب الذي قام به على السلطات الشرعية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ ياسر أن ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي أو الكاتب محمد جميح من لندن عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء النور دكتور محمد. يعني كانت هناك جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن اليمن، أشادت الجلسة بحسب وزير الخارجية عبد الملك المخلفي بأداء الوفد الحكومي في مشاورة الكويت مقابل تعنت وفد الميليشيا، برأيك ما الذي يمكن أن تضيفه نتائج مثل هذه الجلسة على مسار المشاورات في الكويت؟ طبعا يعني حلقات اتخاذ القرار أو حلقات حتى إصدار البيان الرئاسي في مجلس الأمن تمر عبر مجموعة من الأقنية التي يمكن أن لا تكون سريعة حتى تتضح الصورة شاملة لمجلس الأمن. لابد من أن تكون هناك إفادات مستمرة. الإفادات الدورية تأتي في حينها صحيح، لكنها تأتي وقد حصلت متغيرات. يعني الحوثيون قبيل الإفادة يحرصون على أن يظهروا بلياقة سياسية وتفاوضية جيدة حتى يؤثروا في سير التقرير الذي يرفع للجلسة المغلقة للإفادة، حتى يحظوا ببيان رئاسي جيد أو يتفادوا تقريع أو مجلس الأمن الدولي في بيان أو غيره. لكن كل ما يجري يعني لا أعتقد أنه يمكن أن يلامس جوهر المشكلة. المتفاوضون الآن لا زالوا يتفاوضون على ما تم الاتفاق عليه في بييل بسويسرا جنيف 2. يعني هم اتفقوا على إطلاق الأسرى والمعتقلين، تشكيل لجنة لهم، اتفقوا على تشكيل لجنة اقتصادية أو إنسانية لمسارات إنسانية وإغاثية ورفع الحصار، واتفقوا أيضا على لجنة للمراقبة وقت إطلاق النار في حينها قبل شهور. اليوم يعني ولد الشيخ يتحدث عن تقدم فيما يخص إطلاق الأسرى والمعتقلين قبيل شهر رمضان، وهذه أمور كان يفترض أن لا يصار إلى جولة ثالثة من المحادثات إلا بعد أن يتم تنفيذها، لأن ذلك أحد مقررات بييل اللي هو جنيف 2. لكن على كل أجلت الأمور إلى هذه الدورة في الكويت. إذا حصلنا قبيل رمضان على الإفراج عن عدد من المعتقلين فسنكون محظوظين في تصوره، سيكون هذا هو الإنجاز الأكبر لمحادثات، يكون إنجازها الأكبر كما قال ولد الشيخ في أحد تصريحاته السابقة في جلسة جنيف 1، إن جمع الفرقاء اليمنيين حول طاولة واحدة يعد إنجازا بحد ذاته. إذا كنا ننظر بهذه المعايير إلى هذه الجلسات فبالفعل يعد إطلاق الأسرى أو بعض من الأسرى إنجازا كبيرا، إذا كان مجرد التئام المفاوضات إنجاز كما يرى ولد الشيخ. برأيك الدكتور محمد، يعني هل يقوم مجلس الأمن يعني بالضغوطات اللازمة لإنجاح هذه المشاورات أو للضغط على المتعنت كما وصفه في جلسته المغلقة؟ هناك طبعا تفسيرات متعددة لما يجري حول موقف مجلس الأمن من القرار الدولي 22/16 الصادر تحت الفصل السابع. هذا قرار ملزم ولا يمكن التنصل عنه لأنه صادر تحت الفصل السابع،
والمفارقة أن القوة العسكرية التي وجدت لتنفيذ القرار يعمل مجلس الأمن الآن على كبحها والسلوك بالمسالك الأخرى الدبلوماسية. شيء جيدا حصل ذلك وأن توقفت الحرب، لكن على أن لا تؤسس لحرب جديدة، على أن لا تؤسس لمرحلة تحتفظ فيها الميليشيات بأسلحتها ثم تنطلق إلى مرحلة أخرى من مراحل الحرب كما عهدنا من سلوك هذه الميليشيات خلال يعني سنوات طويلة. نعم. الآن مجلس الأمن يعني إما أنه يريد الطرق الدبلوماسية لأنه منشغل بمناطق صراع أخرى، القوى الدولية يعني روسيا وأمريكا بمناطق صراع أخرى في العراق، في سوريا، أو أن مجلس الأمن لا يريد للحل العسكري أن يحسم لأن لديه مخاوف من تبدل ميادين القوى على الأرض وبالتالي تغير الخارطة السياسية. نعم، إذا نبقى معنا قليلا دكتور محمد. أعود لضيفي عبر سكايب أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، يعني يرى الدكتور محمد أن مجلس الأمن ربما يعني يجد في كل هذا طرق دبلوماسية يحاول من خلالها الحل، أو أنه من جهة أخرى ربما لا يريد للحل العسكري أن يحسم حتى لا يعني تتبدل موازين القوى على الأرض برأيه؟ إلى أي يعني الرأيين ترجح، أم أن لديك رأي آخر؟ حقيقة هناك رغبة دولية عارمة باتجاه يعني تطبيق القرار الأممي 2216 بطريقة سياسية سلمية، هناك رغبة دولية باتجاه السلام، ونحن أيضا والشعب اليمني لا يريد إلا السلام، نحن نريد أن يطبق القرار الأممي بأقل التكاليف، نحن مع العالم نتفق مع العالم في رؤية واحدة بتطبيق القرار الأممي بشكل سلمي، وقد أبدى الوفد الحكومي كل التنازلات وكل ويتعامل بشكل مرن، حتى الإحاطة التي قدمت مجلس الأمن كما أسلفتم أشادت بالمرونة التي يبديها الوفد الحكومي، حتى الآن العالم لا يزال يتجه نحو السلام، وكذلك الأجواء الإيجابية في جلسات المشاورات مع المبعوث الأممي في الجلسات غير مباشرة تبدو إيجابية، بدأ الحديث في القضايا التفصيلية فيما يخص الانسحابات من المدن وتسليم الأسلحة، اليوم الحكومة خاضت في نقاط تفصيلية مهمة في موضوع الانسحاب من المدن، نحن نعرف جميعا أن القرار الأممي سيتم تطبيقه على الأرض بكل سلاسة فيما إذا تم إزالة العوائق من أمام هذا النقاط، أول هذه العوائق هو الانسحابات من المدن وتسليم مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والخفيفة، الحكومة قدمت رؤية عامة تتطابق تماما مع الرؤية التي قدمتها الأمم المتحدة ابتداء من انسحاب المسلحين واستعادة مؤسسة الدولة وانتهاء باستئناف العملية السياسية من حيث انتهى مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور، وثم الحديث بعد كل هذا الأمر عن توسيع الحكومة الحالية لكي تصبح حكومة من كل الأطياف السياسية وإشراك الوفد إشراك القوى السياسية كاملة بمثل ذلك الحوثي وصالح في آخر خطوة من خطوات القرار الأممي فيما إذا نجح القرار وتم تطبيق الخطوات الأولى وهي انسحاب الميليشيا الحوثي وتسليم الأسلحة والإفراج عن المختطفين وعودة الحكومة إلى الداخل، حينها سنستطيع أن نشرك القوى السياسية أو تشرك القوى السياسية في إدارة المرحلة الانتقالية وبناء يمن يتسع للجميع بعيدا عن الحرب، بعيدا عن العنف، لا صوت فيه على صوت الدولة، لا سلاح بيد أحد من الميليشيات إلا بيد الدولة، النظام والقانون هو الفيصل، هذا ما تفعله الأمم المتحدة وما تفعله القوى الشرعية وكذلك الدول مجلس التعاون الخليجي والسفراء. اسمح لي فقط في 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 هذا الموضوع. أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني برأيك لماذا لا يملك المجتمع الدولي الضغوط الكافية أو اللازمة يعني ضد معرقلية التفاوض، خاصة وأنهم ظاهرين لهم، تصلهم التقارير يعني مرة بعد أخرى بدل من كل هذه العثرات؟ دكتور محمد يبدو أننا فقدنا الاتصال، شكرا جزيلا له. الدكتور محمد كان معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ ياسر، أنقل السؤال إليك إذن، يعني أنت ترى أن كنت تتحدث أن المجتمع الدولي على العكس يقف تماما مع أن تعود دولة النظام، أن يعود القانون هو السائد في البلد، ولكن يعني ربما نتساءل لماذا لا يمتلك المجتمع الدولي الضوابط والضغوطات الكافية لمن يعرقلون هذه المشاورات، خاصة يعني وهم ظاهرون لهم ويتحدثون عنهم بأنهم متعنتين وما إلى ذلك. المجتمع الدولي نفسه طويل في التعامل في المفاوضات والمشاورات السياسية، وأعتقد بأنه
في الأخير فيما إذا يعني أفشل الإنقلابيون المشاورات الكويت بالتأكيد سيعلن المبعوث الأممي والأمم المتحدة من الذي أعاق المشاورات. المجلس الأمن والوفود وسفراء الدول 18 كلهم يشيدوا بأداء الوفد الحكومي الذي يبذل كل مرونة في سبيل تحقيق عملية سلام شاملة ودائمة وإنهاء كافة الفوضى التي تعيشها اليمن. العالم لا يريد أن تكون اليمن مثلها مثل الدول الأخرى مثل سوريا وكثير من الدول التي استغلت فيها الجماعات الإرهابية عدم غياب الدولة فحضرت الميليشيات ودمرت البلاد. الآن العالم مقتنع بعودة مؤسسات الدولة ولا بد من شراكة حقيقية بين كافة القوى السياسية وبناء عملية سلام على بناء أو تستند على القرار الأممي 2016 الذي ينص صراحة على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وعودة المسار السياسي إلى ما انتهى إليه مؤتمر الحوار. لكن أستاذ ياسر يعني نعم أستاذ ياسر يعني إذا هو مطلب السلام للمجتمع الدولي لماذا لا يضغط حقيقة على المعرقلين بهذا الشكل؟ يعني نحن يعني 6 أسابيع تقريبا والأمر ما زال كما هو عليه، يعني خطوات بسيطة فقط التي تم التقدم فيها. نعم صحيح، يعني لم تكن الضغوطات حقيقة بالشكل المطلوب على وفد الانقلابيين، ولكن يبدو أن الضغوط الأخيرة التي مورست على الوفد الانقلابي أثمرت. يعني نحن نعرف جميعا بأن وفد الانقلابيين أو ممثلين الانقلابيين في لجنة التهدئة انسحبوا وما إن لبثوا ساعات ثم عادوا إلى لجنة التهدئة نتيجة الضغوط الكبيرة التي تمارس من المجتمع الدولي هناك. يعني نحن نلاحظ، اسمح لي استاذ ياسر، يعني نحن نتابع ما نلاحظه من هذه الضغوط فقط انها تعيد الحوثيين فيما اذا علقوا المشاورات، ولكن لا توجد ضغوط في تطبيق شيء، لا توجد ضغوط في قرارات معينه يتم اتخاذها. ربما هي لجنه المعتقلين الوحيده التي تقوم بعملها دون الا بعرقلات بسيطه. حقيقة بدأت الحديث أو بدأ الحديث في أمور كان الحوثيون يعتبروها خط أحمر، موضوع تسليم الأسلحة ولمن تسلم الأسلحة وتسليم مؤسسات الدولة، هذه الأمور كان يرفض الحديث فيها. أيضا موضوع تثبيت مرجعيات مشاورة الكويت هذا أمر مهم للغاية، يعني نحن بعد عودة الوفد الحكومي إلى مشاورة الكويت تم تثبيت هذه المرجعية الثلاث والذي يعرف الشعب اليمني هي المبادرة الخليجية والتي التنفيذية وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2016. هذه المرجعية الثلاث أكد عليها المبعوث الأممي اليوم في مؤتمر الصحفي والعالم أيضا يؤكد على هذه المرجعية الثلاث. تم تثبيت هذه المرجعيات ويتم العمل بشكل حثيث وجدي في هذه الأيام والجلسات مثمرة حتى الآن مع المبعوث الأممي الغير مباشرة. نحن بانتظار المبعوث الأممي ماذا سيقوم ب يعني سينقل وجهة نظر الوفد الحكومي وكذلك سيستمع للوفد الانقلابي وسيقدم رؤية عامة جديدة تفصيلية بما يخص يعني تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وبقية نقاط القرار الأممي. على الانقلابي أن يعرف وليس مجال أمامهم إلا تطبيق القرار الأممي 22/16 سياسيا، فالعالم كله لا يريد استمرار الفوضى والحرب. وايضا الموضوع المهم ان الحكومه طالبت مؤسسه النقد الدوليه ب يعني انقاذ الاقتصاد الوطني نتيجه النهب المتواصل والمتعمد من الميليشيات الانقلابيه في صنعاء. نحن نعرف جميعا بان العمله اليمنيه تواجه انهيارا كبيرا، فهناك يعني ترتيبات كبيره من السفراء الدول 18 وكذلك المبعوث الاممي وتواصلوا مع صندوق النقد الدولي لانقاذ العمله اليمنيه والاقتصاد اليمني. نتحدث عند هذه النقطه استاذ ياسر، نعم حين ننتقل الى الحديث عن الاقتصاد، ولكن اسمح لنا ايضا ان ينضم معنا الاستاذ ياسين مكاوي عضو فريق المشاورات الحكومي عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير استاذ ياسين. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم. اهلا بك استاذ ياسين. يعني تحدث ولد الشيخ على نقاط مهمه على صعيد المشاورات منها الانسحاب من المدن والحديث عن المعتقلين ايضا وتسليم الاسلحه، هل نستطيع القول ان المشاورات تحركت نحو الحلول بالفعل؟ حقيقة هذا الذي جرى أنا يعني حقيقة أشد على يد من المتداخل عندك أول الذي في الاستديو مش عارف لا أدري من هو. الأستاذ ياسر الحسني عبر سكايب. نعم ياسر الحسني. نعم أنا أعتقد لامس القضايا كلها. فعلا نحن اليوم خلال الثلاث الأيام الماضية قبل حتى مداخلته إلى أو إحاطته في مجلس الأمن. نعم. يعني كنا قد فتح الأمر بالنسبة لموضوع المشاورات الغير مباشرة والتي كانت مع المبعوث الدولي. فباعتقادي بأن الأمر تم بنفس النسق الذي يتحدث فيه الأستاذ ياسر.
ونحن فعلا استطعنا أن نطرح القضايا الخاصة بالانسحابات ومن المدن، وفي نفس الوقت وحددنا أيضا طبيعة هذه المدن، وفي نفس الأمر تحدثنا عن تسليم السلاح والكيفية التي سيتم تسليم السلاح فيها. هذا الأمر قطعنا فيه شوط لا بأس فيه، وفي اعتقادي بأنه سيستمر إلى أن نصل إلى وضع الأسس التي تجيب عن سؤالنا التي أتينا من أجله، كيف يتم الانسحاب وكيف تسلم مؤسسات الدولة وكيف يسلم السلاح من أيدي يعني ينتقل السلاح من أيدي الميليشيات إلى أيدي الدولة. نعم. طيب أستاذ ياسين، يعني ربما يعني كما تفضلت أنتم تتقدمون بخطوات واضحة مع ولد الشيخ، هناك أيضا يعني نقاط تمت الاتفاق عليها، آليات محددة للانسحاب من المدن ولتسليم الأسلحة، ولكن حين ينتقل الأمر إلى الحوثيين وفد الحوثيين نجد أن الأمر يعود إلى نقطة الصفر، وربما ينسفون كل الاتفاقات التي يعني أعلنوها بداية ولا يعنيهم الأمر في أي شيء، كيف ستتصرفون حيال هذه نحن المنطقة؟ حقيقة نحن وضعنا تصوراتنا نعم. بشكل حقيقي وواقعي، وعلى المجتمع الدولي من خلال قوة القرار 2216 والفصل السابع يستطيع فعلا إذا هناك جدية يستطيع أن يعمل على تثبيتها وتنفيذها. اليوم نحن ثبتنا الأسس الخاصة بهذه يعني بما جئنا إليه، ثبتنا الأسس المشاورات التي المرجعية، وثبتنا اليوم الأسس فيما يخص استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح. نعم. هذه مسائل، وأنا أعتقد أنه سيأخذ وقت أيضا للعمل أو التعامل أو وضع تصوراتنا الكاملة حول استعادة المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات. نعم. طيب استاذ ياسين، يعني هذا الامر انا اعتقد انه نحن انا كما ارى باننا نخطو خطوات ثابته وواقعيه تقنع المجتمع الدولي بان يتماهى معها ويتعامل بجديه من اجل سبل تنفيذ القرار 2216. نعم. طيب أستاذ ياسين، يعني حين تحدث ولد الشيخ عن مسألة الإطار الزمني برر ذلك بأنه حتى لا يتم استخدام الزمن عامل الزمن ورقة ضغط لأي من الطرفين ضد الآخر، هل أنتم مقتنعون بوجهة النظر هذه وبجعل مسألة الإطار الزمني مفتوحة؟ السؤال عيدي السؤال مرة ثانية. ولد الشيخ في مؤتمر صحفي اليوم تحدث عن الإطار الزمني بأنه لم يحدد، وأنه قد سئل كثيرا عن مسألة تحديد الزمن للمشاورات. نعم. أنا أقول ابنتي نحن نقول بأنه إحنا صرنا واضح، صار الأمر واضحا بالنسبة لنا وبالنسبة لتصوراتنا، المهام نعم، المكان، الزمان، هذه ثلاثية مكرسة ستكرس في إطار التصور الذي قدمناه. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين مكاوي عضو فريق المشاورات الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. اسمح لنا أستاذ ياسر أنت والسادة المشاهدين أن ننتقل لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسر معنا. أهلا بكم أستاذ ياسر، يعني استمعت معنا إلى حديث الأستاذ ياسين مكاوي الذي يتفق كثيرا مع ما طرحته، ولكن يعني رؤية الحكومة كما قال أستاذ ياسين واضحة ومحددة، إن يعني الكرة كما قلتم في ملعب الآن ميليشيا الحوثي، ولكن
نجد أيضا أن الطرف الآخر كثيرا ما يتعنت وكثيرا ما ينقلب على أي اتفاق. هناك تباين بين يعني التفاؤل أو الأحاديث والتصريحات بين فريق المشاورات على عكس ما يظهره دائما ولد الشيخ من أن هناك تقارب ومن أن هناك إنجاز في هذه المسألة وأن المشاورات تحقق دائما خطوات ملموسة. على كيف تعلق؟ اولا انا اتفق تماما مع الاستاذ ياسين مكاوي. هناك يعني حتى الان في الجلسات الاخيره نستطيع القول بان هناك جو ايجابي في جلسات المشاورات من خلال قربنا من الوفد الحكومي. نرى ان هناك جو ايجابي وخطوات عمليه ملموسه بدانا نتحدث ونسمع. اليوم قدم الوفد الحكومي وناقش مع المبعوث الاممي عن تسليم خطه تسليم صنعاء وخطه تسليم صعدها، لم يكن هذا واردا من قبل. كنا لا، لكن هذه الخطوات استاذ ياسر يعني ما زالت مكتوبه، لا يعني لا تعد عمليه، يعني لم يتم تنفيذها فعليا على ارض الواقع. كيف تسمى ان هناك خطوات متقدمه؟ بالتأكيد بالتاكيد يعني هذه الرؤى والمقترحات التي تقدمها الوفد الحكومه الشرعيه للمبعوث الاممي بناء على القرار الاممي تساعد كثيرا في حلقه القضايا. الطرف الاخر يتعذر يقول لمن نسلم الاسلحه؟ لا، ليس لدى الوفد الحكومي اي رؤى او تصورات لما بعد التسليم. نحن نخشى، نحن الحكومه قدمت كل هذا، قدمت تفاصيل فيما يخص اللجنه العسكريه، تشكيل لجنه عسكريه فيما يخص تسليم الاسلحه من مسدس الى كلاشينكوف الى رشاش الى مدفع. قدمت رؤية فيما يخص تأمين المدن بعد انسحاب قوات الميليشيا الانقلابية، قدمت رؤية تفصيلية لكيفية الإفراج عن المختطفين، قدمت رؤى وتفصيلات يعني قطعت كل الذرع التي كانت يعني تتحدث فيها الميليشيا الانقلابية، قدمت التفاصيل اللجان العسكرية والإنسانية والأمنية وبما في ذلك حتى الانهيار الاقتصادي، قدمت رؤية لحل الموضوع الاقتصادي. الحكومة جادة وهناك أجواء إيجابية في جلسات المشاورات حتى الآن. الأيام القادمة أو الساعات القادمة ستكشف لنا من الذي سيعيق هذا الجو الإيجابي. نعم، بعد معرفة رد فعل الميليشيا الحوثي بموضوع تسليم الأسلحة وما تم الاتفاق عليه، أليس كذلك؟ نعم نعم. إذا اسمح لنا أستاذ ياسر، يعني أنت تحدثت عن الموضوع الاقتصادي وهناك يعني أمر مستغرب علي وهو تقلب الأحاديث والتصريحات التي يقومون بها قادة الحوثيين في أكثر من مكان، ربما كان آخرها إثارة للاستغراب هو حديث صالح الصماد الذي بدا معاديا تماما للمملكة العربية السعودية. دعنا فقط نأخذ معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السياسي من الرياض. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ جمال. كيف تقرأ الخطاب المعادي للخليج وخاصة للسعودية من قبل تحالف الانقلاب بعدما يعني كان هناك تهدئة لنقل نسبية في ذلك الخطاب؟ يعني هذا الصمام فعلوا الحوثيين ما هو أسوأ من ذلك، أنهم خلال المفاوضات أطلقوا صواريخ باليستية تجاه المملكة. نعم. فهذا موقف عدائي صريح ويجعل المملكة تقلق جدا من الاطمئنان إلى أي اتفاق يمكن أن يبقيهم في موقع قوة أو شراكة في اليمن. هذه التصريحات التي سمعتها تصريحات حمقاء غير منطقية، لكن أميل إلى أنها موجهة للداخل اليمني. الحوثي لجمهور الحوثي يشعر هو بالضغط، فأستعرض هذه التصريحات، وأيضا هو يريد ترحيل مسؤوليته. نعم، يتنصل، يعني تقصد أنه يتنصل عن مسؤولياته ويتهم بها الآخرين؟ نعم نعم. يرحلها إلى السعودية وإلى التحالف، بينما هو المسؤول عن نقص المواد وسوء الاقتصاد وانخفاض سعر العملة، بينما كان بالإمكان من 6 أشهر أو أكثر أن يصل إلى اتفاق مع إخوانه اليمنيين. أنا أميل على أنها تصريحات موجهة لجمهوره، لكن السعودية بالتأكيد لا تثق في الحوثيين، يعني طالما أنهم يطلقوا صواريخ باليستية ما هو أسوأ من ذلك.
نعم، إذا هناك صواريخ باليستية، هناك تصريحات أيضا نارية لنقول، ما الذي تغير في خطابهم رغم أنها يعني كان هناك الكثير من التصريحات الإيجابية وبأن المملكة العربية هي جارة وبأن هناك يعني مواثيق تم الاتفاق عليها أو معاهدة ربما بين الطرفين، يعني هل نستطيع القول أن كل هذه التصريحات مؤشر للتنصل عن أي حلول سياسية قد تحدث في الكويت؟ لا، سوف يستمر بهذا الخطاب المزدوج. نعم. وهذه طبيعة أخذوها من الإيرانيين. الإيراني يتحدث دوما عن رغبته بعلاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية وجيران جيرانه، وفي الوقت نفسه يمارس القتل وتهريب الأسلحة ويرسل الميليشيات والإرهاب. فهذا أخذوه الحوثيين من حليفهم الإيراني، فإحنا كسعوديين علينا نتوقع منهم هذا الخطاب المزدوج باستمرار. نعم، هل تقرأ دلالة معينة في التوقيت أستاذ جمال، خاصة يعني توقيت إطلاق صواريخ باليستية ومثل هذه الأحاديث، أم أن الأمر لا علاقة له؟ لا، هي لها دلالة. هو يحاول بغباء أن يفرض أو يقوي أوراقه في المفاوضات في الكويت، لكن الحوثي مقاربته للأزمة السياسية في اليمن خاطئة. هي ليست بين المملكة العربية السعودية واليمن، أزمته مع اليمن نفسه. فأن يستهدف المملكة لا تؤثر في إشكاله. لا يمكن بحال من الأحوال أن توافق المملكة على أن يبقى للحوثي قرار في اليمن، لأن المملكة تعتقد أن بقاء الحوثي كمكون لا بأس، ولكن كصاحب قرار في اليمن هذه تهدد الأمن القومي السعودي. حتى يعني أغتنم الفرصة وأقول، أنا لاحظت بعض الإخوة اليمنيين قلقوا من الباب الموارب السعودي تجاه الحوثيين، فشعروا كما لو أن المملكة يمكن أن تصل إلى اتفاق مع الحوثي. أنا أستبعد هذا تماما، وأنا أقول هذا بشكل مستقل، أن تصل المملكة بحال من الأحوال إلى أي اتفاق مع الحوثي يبقيه كصاحب قرار. نعم. ولكنها لن تمانع كما صرح وزير الخارجية السعودي في أن يكون مكونا ضمن المكونات وبعد وفاق واتفاق سياسي مع اليمنيين. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ياسر، كيف تعلق أنت بدورك على مثل هذه التصريحات، وخاصة أن هناك يعني رافقتها ضرب للحدود بصواريخ باليستية؟ أعتقد أن الأستاذ جمال أجاب بشكل كافي عن هذه ما تصريحات يعني حمقاء، بالتأكيد هذه تصريحات حمقاء. في الحقيقة أن الوفد الحوثي يظهر تصريحات يعني على وسائل الإعلام بأنه يريد يعني كان لديه سقف كبير في خطاب استعداء السعودية، وفي الحقيقة هو يبحث عن استجاء السعودية تحت هنا في المشاورات. يبحث محمد عبد السلام وأعضاء الوفد الحوثي متى يتحدثوا إلى السفير السعودي أو السفير القطري أو السفير من سفراء مجلس التعاون الخليجي، إعلامهم في وادي وواقعهم في وادي آخر. بالتأكيد يعني أنصار ميليشيا الحوثي في يعني في وضع غريب نتيجة تقلبات الخطاب الحوثي. محمد عبد السلام يغازل الدول الخليج هنا في الصحف الكويتية، وطلحة الصمادي يضلي بتصريحات لامتصاص غضب أنصار الميليشيا في الداخل. بالتأكيد هم يمروا في لحظة عصيبة، هم يواجهوا الآن يعني استحقاقات كبيرة. الشعب اليمني الآن يتشظى، هناك انقسام كبير في المجتمع، هناك انهيار اقتصادي، هناك انهيار حتى أخلاقي، ما يحصل اليوم في عدن من تهجير لإخواننا في تعز. نعم. كل هذه الانقسامات وهذه الشروخات في المجتمع نتيجة الانقلاب الدموي سيتحملوا التاريخية المسؤولية تتأملوا المسؤولية التاريخية أمام الشعب اليمني جراء الانهيارات التي تحصل للشعب اليمني الآن. الحديدة وعدن تعاني كثيرا نتيجة الانعدام أو إسقاط مؤسسة الدولة ونهبها واقتحامها وتدميرها من الميليشيا الحوثي المقلوع صالح. ليس أمامهم الآن إلا القبول بالقرار الأممي وإنقاذ الشعب اليمني وما تبقى من مؤسسات الدولة. العالم كله يتجه نحو السلام، لن يقبل العالم مطلقا بأن تكون اليمن صوماليا أو سوريا. فاليمن هي بوابة الجزيرة العربية، لدينا دعم عربي ودعم إقليمي ودعم عالمي لتوجه نحو السلام بناء على القرار الأممي. هناك دعم عالمي للشرعية السورية. ليس أمام الانقلابيين إلا إنهاء انقلابهم واستعادة مؤسسة الدولة
واستئناف خرجات الحوار الذي وقعوا عليها هم وكل القوى السياسية. لو تحدثنا عن الجانب الاقتصادي الذي يعني في حالة شبه انهيار أستاذ ياسر، هناك لجنة اقتصادية تم يعني تشكيلها من قبل يعني مشاورات الكويت من قبل الجانبين، متى سيتم الإعلان عنها وما هي يعني أهدافها أو آلية عملها؟ حتى اللحظة لا تزال اللجنة التي طرحت من الوفد الحكومي مقترح لأن بعد تواصل مع مؤسسة النقد الدولي، المبعوث الأممي استجاب لهذه المبادرة وتتشكل لجنة من الخبراء الاقتصاديين وعمل أيضا بدعم من سفراء الدول 18 لمحاولة إنقاذ الاقتصاد اليمني، وبشرط ألا تكون الميليشيا الانقلابية تتصرف بموارد الدولة وألا يكون الاحتياطي النقدي تحت تصرف الميليشيا الانقلابية. لابد من أن يكون الاحتياطي النقدي حتى لو استمرت الحرب لابد أن يكون تحت تصرف دولي أو مراقبين دوليين تحت رعاية صندوق النقد الدولي. لا يمكن العبث بأموال 20 أو 24 مليون مواطن من عصابة نهبت أكثر من 4 مليار دولار من قوت الشعب اليمني الذي يعاني. فالآن العالم يتجه نحو إنقاذ الاقتصاد اليمني، وإذا ما يعني عرقلت الميليشيا الانقلابية إنقاذ هذا الاقتصاد فهي أول من يتضرر. لن يتضرر الشعب اليمني فقط، بل ستتضرر هذه الميليشيا الانقلابية التي دمرت كل شيء جميل في اليمن. لابد عليها أن تعي وأن تدرك بأنها أمام مسؤولية كبيرة في إنقاذ الشعب اليمني من هذه المعاناة الكبيرة. الشعب اليمني اليوم يتشظى يتجزأ، الإرهاب ينخر البلاد، المؤسسة الدولة تنهار، كل شيء ينهار، فليس أمامهم إلا أن الحكومة تحاول قبل شهر رمضان المبارك أن توقف كل إطلاق النار في كل جبهات القتال في اليمن، وأن يفرج عن كل المختطفين، وأن يتم إعادة الكهرباء وتيار الكهرباء إلى كثير من المحافظات. لكن نحن نتمنى على الطرف الآخر أن يكون إيجابيا كي نتمكن من تحقيق هذه النقاط الأساسية التي يبحث عنها المواطن البسيط في الداخل. نعم، طيب أستاذ ياسر، يعني الحديث عن المبادرات التي تقوم بها الحكومة، الرؤى التي تقدمها أيضا، موافقة ولد الشيخ عليها، متى سيؤخذ الرد من قبل وفد الحوثيين؟ يعني حتى نعرف هل سيكون هناك تجاوب لما تم طرحه ولما تم الحديث عنه من تفاؤل؟ بطبيعة الحال هناك جلسات في يوم الأحد، والمبعوث الأممي سيقدم كل الرؤى والمقترحات التي تقدمها الوفد الحكومي، وأعتقد أن المبعوث الأممي سيعقد مؤتمر صحفي ليوضح للرأي العام ماذا تم التوصل إليه من خلال لقاءاته مع الوفد الحكومي ثم مع الوفد الانقلابي. وأنا أتوقع بأن الوفد الانقلابي هو الآن في زاوية محشورة لا يستطيع أن يراوغ أو يباطل أكثر، فالمجتمع الدولي بات يراقب بشكل أكبر، كل سفراء العالم هنا موجودون في الكويت يراقبون كل جلسات المشاورات، والآن أصبحوا يعرفوا جميعا من الذي يماطل والذي يعيق التقدم في المشاورات. نعم، هل ستعود المشاورات المباشرة؟ هناك جلسات مباشرة لبعض اللجان، مثلا لجنة السجناء والمعتقلين، الجلسات مباشرة منذ اليوم الأول وحتى اليوم. ولكن هناك الجلسات غير مباشرة اللي في اللجنة الأمنية واللجنة السياسية والتحضير لاستئناف الحوار السياسي، هي فقط هذه اللجنتين التي لا تزال غير مباشرة، نتيجة أن الحوثيون إذا حضروا في جلسات مباشرة، المبعوث الأممي لديه خبرة بأنه إذا كانت الجلسات مباشرة يحاول الحوثيون استغلال الوقت ويحاولون تحميل الوفد الحكومي عرقلة المشاورة، فيريد المبعوث الأممي أن يأخذ وجهتي النظر ثم يعرف العالم من هو الذي يتحمل إعاقة جلسات المشاورة. فكل جلسة بعد كل جلسة المبعوث الأممي سيتحدث هل عرقل الوفد الحكومي أو عرقل الطرف الآخر. والمبعوث الأممي أيضا والأمم المتحدة مسؤولية تاريخية أيضا، أنه إطالة عمر المشاورات دون أي تقدم فهذا الشعب اليمني لن يقبل، وكذلك الوفد الحكومي الشرعية. نحن نسعى أو يسعى الوفد الحكومي لأن تكون أن يحصل تقدم إيجابي وملموس على الأرض يلمسه الشعب اليمني، خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك. نعم، إذا مع قدوم شهر رمضان المبارك أستاذ ياسر، وعلى ضوء التحركات الدولية الأخيرة واجتماع مجلس الأمن أيضا وما يدور في الكويت، إلى أين تتجه هذه المشاورات خاصة كما تفضلت قبل شهر رمضان؟ يعني لا نستطيع أن نحكم على أن تتجه المشاورات، لكن نستطيع أن نقول بناء على الأجواء الحالية نحن نتفائل كثيرا بأن تحصل تقدم حقيقي، وما إذا استمر التعنت السابق للميليشيا الانقلابية أعتقد بأننا سنظل حول دائرة مفرغة، ولكننا نتفائل نتيجة الجو الإيجابي الذي يديه المبعوث الأممي وكذلك الطرف الآخر. يعني مع جلسات المشاورة الحالية إذا استمر هذا الجو الإيجابي في جلسات المشاورة وخصوصا
في لجنة الأسرى والسجناء، أعتقد أننا سنحقق كثيرا من التقدم، ونتمنى أن يعم السلام على اليمن. الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيدا من الحروب، المواطن في الداخل يتمنى أن تحل الأمور سياسيا وأن تجنب البلاد ويلات الحروب التي أدخلتنا إياها الميليشيا الحوثي. نعم هذا صحيح أستاذ ياسر، شكرا جزيلا لك. ياسر الحسني الصحفي برئاسة الجمهورية والمرافق للوفد التشاوري الحكومي، كنت معنا عبر سكايب من الكويت. كما تفضل أستاذ ياسر وختم بأن الشعب اليمني قد تعب من هذه الحروب ويريد فعلا أن يستقر في بر الأمان، أن تعود الحياة إلى طبيعتها. شهر رمضان الفضيل لم يتبقى له إلا أيام، يفترض بأساس أن ينتبهوا لهذا الأمر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، وإلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.